बावाज़े बुलंद सलावत। सबा ये कर मुझ पे मेहरबानी के बासियाँ ने फलक से कह दे, सबा ये कर मुझ पे मेहरबानी के बासियाँ ने फलक से कह दे, ज़रा गुलिस्तान खुल्द जाकर कली कली की महक से कह दे, वहाँ पे मौजूद हूर व गिलमा और हर एक मलक से कह दे, बशर बशर को पैगाम दे दे, नज़र नज़र की चमक से कह दे, सभी करें दम बखुद तवज्जो, मैं शान आले अबा सुनाऊं, जबां को कौसर से पाक करके तुम्हें हदीस किस्सा सुनाऊं। बाबा जी बुलान सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा अज़हरा अलैहिस्सलाम بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كالنور في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتاذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتاذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات
فلمکتملنا جميعا تاتل کسا آخذا بھی رسول اللہ بطارف جر کسا و اوما بید اليمن الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم انو منی و انا منهم فجعل صلواتی کا صلوات و برکاتی کا و رحمت کا و غفران کا و رضوان کا علی و علیہم وَعَذِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَاهِرْهُمْ تَطْهِيرًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَتِي وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي ولا فلك يسر الا في محبتها اولئك الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومادن الرساله هم فاطمه وابوها وبالها وبدوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب اتعذن لي ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارض مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا لاجلکم و محبتکم و قد آذن لی ان ادخل معکم فالتاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیک السلام یا امین و اللہ نعم قد آذن تو لکا فداخل جبرائیل معنا تحت الکساء صلوات اللہ فقال لأبي إن الله قد إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال ابي رسول الله صلى الله عليه واله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الا وفرج الله هما ولا مغموما الا وكشف الله غما ولا طالب حاجه الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والاخره ورب الكعبه صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا مدبر الليل والنهار يا محول الأحوال والأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال إلهي بحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة الزهراء سيدة النساء وبحق حسن سيد الأولياء وبحق حسين أفضل سيد الشهداء
وبحق اتراتهم وخلفائهم سعادت الازكياء یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں کثیرن کثیرہ قبول فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد اہل خانہ کی آزاداری ماتمداری ان کا لنگر اخراجات اپنی بارگاہ میں منظور مستجاب فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی حاضری ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور مستجاب فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس گھر میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما معرفت امام نصیب فرما امام کے جان اثاروں میں شمار فرما یا اللہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں منظور و مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس گھر کے اس قوم خاندان کے جو مومنین مرحومین خاص کر سید مظاہر حسین کی مغفرت دیگر مومنین مرحومین کی مغفرت فرما ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم